أحلى 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 صباح. هذه المدينة الألبانية ميسبيرغ، هذه على بحيرة كونستانت، واليوم الأحد صباحا. شوفوا بالله عليكم إلا متفاجين. هذه واحدة من البلدات الألمانية على بحيرة كونستانت، طبعا هاي في الشمال ناحية الجزء الألماني، الجزء الألماني من بحيرة كونستانت اللي الألمان يسمونها بودنسي، تمتد من مدينة كونستانت حتى لندو. يا رباه يا رباه على هذا الجمال. قال لي دول عربية، دول عربية يخرب. شوف الجمال بالله عليكم، شوف الجمال الألماني. جمال ما بعده جمال. نواصل، ما زلنا في بلدة ميسبيرغ ألمانيا على بحيرة كونستانت، والألمان يسمونها بودنسي، هي اسمها الرسمي في الجوجل وفي كل مكان كونستانت، بحيرة كونستانت، لكن الألمان بروحهم حطوا لهم الاسم هذا. فالألماني مستحيل يقول لك بلدة اسم البحيرة هاي كونستانت. واصل. وهذه البحيرة شامخة. للعلم يا اخوان، في البلدة هاي تقدر تحمل سيارتك في العبارة وتروح الجهة الثانية سويسرا، وانا الحين هالحركة بسويها، جد مسوينها من قبل وبسويها. الناحية الثانية سويسرا. التقاطة اخيرة قبل لنودع. اليوم عندي سفر العصر من مطار زيورخ، طبعا اليوم الاحد تاريخ 11/12/2016، هذا إذا ما خاب ظني، أظني تاريخ 11 اليوم. ودرجة الحرارة تتأرجح بين 2 فوق الصفر و2 تحت الصفر. في هلة في هلة الدرجات. بيتسبرغ فرصة عندك إذا كنت مثلا في لنداو تقدر توصلها قريبة من لنداو، أتصور 40 كيلومتر بين هالبلدة وبين لنداو. نواصل. جاني اتصال بالخطأ ورديت عليه، قطع التصوير. يا اخوان اللي يوم اكون انا مسافر يعني اوقات اسوق السياره ولا كذا، اللي عنده سؤال يرسل بالواتساب، اللي ما يحتاج يتصل. حاجات جميله، تشكيلات عجيبه. اعاده للتصوير، يمكن شيء يفلت كذا ولا كذا، لقطة تفلت، لأنه في القناة في اليوتيوب هناك في أشياء حصرية زيادة عن
الانستغرام زيادة عن اللي. في حاجات زيادة يعني. نواصل، أتمنى من كل قلبي إني أوصل لكم حاجة مفيدة. واسمحوا لي يا أخوان لما أقول أنا دول عربية، لأن الدول العربية والله ما تصلح لواحد يخسر عليها أموال ويخسر عليها إجازة ويروح لها. لا خدمات مثل الناس، لا مناظر، يا ليت المناظر نص هذه. شوف الشوارع كيف مرتبة، فالسموحة يعني خصوصا اللي مثلي يعني أدوب أدور الإجازة من أي مناسبة. شو هاي التشكيلات كلها تشكيلات بافارية بحتة. ينقلب الفيديو، احنا نصور عدل وكل شيء، لكن ما ادري هالسامسونج هذا حركات يقلب الفيديو يخرب لي الدنيا فوق تحت. شوف هالشجرة كيف الصورة، صورتها صورة عادية ما طلع البيت كامل. سبحان الله، لاصق على الجدار وتمشي. نواصل تصويرنا لهالبلدة الجميلة، هاي المباني اللي تحت على البحر. شيء مرتب وشيء حلو. نواصل. يا رباه شو هالجمال، شو هالجمال يا ألمانيا. بلدة جميلة وأنصح بزيارتها وبقوة، خصوصا أنها سهل الوصول لها. شوفوا الجمال. يتنافسون هالثلاث، يتنافسون الثلاث دول هاي، سويسرا والنمسا والمانيا. فيها الجمال الأخاذ، تحتار تطلع من بلد تفكرها أحلى من الثانية، تدخل الثانية يعني تعميك عن اللي طفته، تدخل شيء يحير الألباب. شوفوا تلموني في أوروبا. كوفي شوب مال العبارة، حملت السيارة إلى الجهة الثانية من البحيرة، تختصر بك المسافة. شخصين مع السيارة ب 14 يورو ونص. طبعا فيها حمامات نظيفة، تشل شاحنات، تشل سيارات، ما تخلي شيء ما تشله. على وشك الإقلاع من مطار زيورخ، السوق الحرة. ومثل ما أقول لكم وأحذر يا جماعة كل مرة، خلوا بالكم تنسون عمركم هني وتطير عنكم الطيارة، لأن الميجريشن بعد المكان هذا. يعني أنت حين دخلت السوق الحرة بتركب مترو إلى الصالة اللي بتطير منها إلى بلادك، فقبل الصالة هناك في الميجريشن عشان تسوي خروج، ممكن هناك تكون زحمة ولا شيء، فالواحد يحذر يعني، يحاول يخلص الشرة بسرعة إذا بيشرة، ويركب المترو ويصير يروح إلى البوابة مال الصالة. يستعدون لرأس السنة. يا إخوان اللي يسألني عن التنزيلات في إيطاليا من شهر 7 لين نص 8، أما في لندن عندكم الحين تنزيلات في لندن شهر 12، تنزيلات لا مثيل لها كل سنة. هاي منصة المشاهدة،
ومكان التدخين اللي يبغى يدخن من صالة إسباير، صالة طيران الإمارات وصالة طيران القطري مقابلين بعض. هاي صالة إسباير، واللي يبغى يدخن يطلع برا طالع عشان أصور. زيورخ وداعا زيورخ، ما يندر متى نشوف، ما يندر متى نشم ريحته، مع اني وانا جالس الحين اروح ريحه بترول الطياره، لكن كم يسوى عندي مثل عطر شانيل. صاله بسيطه جدا، هذا هاي الأرض اللي تحت شلال برت، الحديقة الجميلة جدا، وهذا شلال برت النرويج قبل مدينة نورهامسن، مكان تحت جميل إن شاء الله يبغي له بروحه زيارة لي. والزين إن الشلال قوي الجريان 90% تقريبا، ممتاز. هذا هني راس الشلال، تقدرون تمشون، بس ترى يا جماعة خطورة خطورة جدا، تقدرون تمشون لين الشجرة هاي مو بأي حذاء. هذا هني التكملة، وهو رايح ناحية راس الشلال. هذا راس الشلال، الحديقة تحت، وهذا يغذي سوي زوم. براتي بروسل نوروي بيرغن اوتسايد بيرغن. التقاطة ثانية، مرة ثانية نحييكم في شلال ستيند سفول النرويج. يلا بنتحرك وبناخذ جولة وبني من خلف الشلال، محل بيع ملابس وايس كريم، اندفاع قوي ممتاز. طبعا هذا اسمه من خلفه، النرويج شلال ستيفنسون نورهامسن. من شلال ستيفنسون النرويج، من أحلى الشلالات النرويجية، واللي مثل ما أقول لكم الطوف من تحته نفس شلال جسباخ اللي في انترلاكن سويسرا، اليوم في قمة ينحى.
إيفيدنسن، وهذه منطقة الوادي اللي قريب من روفن النمساوية، وادي خبال خبال، لكن المشكلة مش عارفين يرتبونه عدل، والوادي جميل، أبغي لازم يسوون له توقفات للسيارات في أماكن كثيرة، لكن ما أدري ليش النمساويين يعني مش مهتمين من هالناحية، توقفات بعيدة، وأنا مشيت تقريبا كيلو عشان أوصل للمكان هذا. وين موقف السيارة؟ صباح الورد للناس، الورد الأبغار ترعى فوق. اليوم الأحد 27/6/2022، ودرجة حرارة 13. يا رب. واصل ساعدكم لين هني الكرسي وارجعوا، بس وارجعوا انزلوا وارجعوا. هذا ممشي جميل بصراحة، ما تمل وانت تمشي، لا تعرق، وصوات الطيور والمياه. أهداء للجميع هذا المنظر البهيج.
حياك والله مرة ثانية. نواصل تصويرنا، ما زلنا في مدينة باساو ودرجة الحرارة ما زالت 20-21. زين ان القيم هذا وصل، واليوم 22/6/2022. نواصل تصويرنا ونتوجه الى امام الدوم، امام الكنيسة سان ستيفان. نتوجه من امامها، الشمس غابت شوي، ناخذ التقاط على راحتنا. هذه الكنيسة من الأمام سان ستيفان. هذه منطقة المارينا، واخذ لفة في نهر الدانوب. طبعا في قوارب تي من سويسرا، قوارب من النمسا، قوارب من المانيا. هذا شارع التسوق في المدينة القديمة. توهم يفتحون، تو الساعة 10 صباحا. قبل لي المطر الحق ما تنحق. الناس قاموا يسرعون في المشي، صوت الرعد قام يزيد. نواصل سيرنا. اللي يبي يسبح ينزل في الوادي. هذا الجسر الثاني.
أحاول أصور الشلال من أقرب منطقة. هاي اسم الحوانق، وبحط الأحداثي الحين حاليا. المواقف مجانية والدخول مجاني. هذه أحداثي الحوانق. هاي لقطات من الوادي آخر البحيرة. هذه بحيرة التجميع. ونبدأ من هناك نهاية البحيرة. هذه بحيرة التجميع اللي تطلع لها من ميرهوفن النمسا. هذا الشلال الثاني. وصل تصويرنا. شوفوا هالوادي وين تمشي، وين تمشي، كلها انهار وزهور برية الوان واشكال. انه يحتاج تدخل بسيارتك. اليوم السبت 25/6/2022، ودرجة الحرارة حاليا 15. طبعا هالمنطقة خارج ميرهوفن النمسا. مساكم الله بالخير يا ويوه الخير. هذه قرية أو بلدة فيبيتينو الإيطالية والمحاذية للحدود النمساوية، على الحدود مباشرة. بلدة صغيرة لكن الجمال يتناطر منها من كل صوب. اليوم السبت 25/6/2022، ودرجة الحرارة حاليا 22 في هالمدينة. الساعة 7:45 مساء. شوفوا الشمس، لأن في الصيف النهار طويل مثل ما تعلم. هذه طبعا مدينة صورتها من قبل عدة سنوات، لكن اليوم أشوفها أجمل. دائما في الشمال الإيطالي بولزانو وما جوارها، أقصد تيرول الجنوبية، هني الناس أرقى وأشيك
من كل ما تروح يعني كل ما تروح جنوب إيطاليا، يعني ناس راغين. إنه واصل تصويرنا لهذه البلدة الجميلة، الصراحة كبرت وصارت أحلى من قبل طبعا بكثير. صبغوا المنازل، طولوا شارع المشاة. نواصل تصويرنا، ما زلنا في بلدة فيبيتينو أو الاسم الثاني ستريزينج. نواصل التصوير، هذه الساحة تم تطويرها. وندخل في الشارع الرئيسي. يعبون من العين، يعبون قزايزة. هاي بعض العيون تختلف يعني من عين إلى عين، المكونات اللي في الماء، مغنيسيوم، البوتاغاز، الأشياء الموجودة يعني كلها تختلف ترى من عين إلى عين. شوفوا التشكيل اللي فيها، هو مرازيب مال الماء، لكن شوفوا الطريقة كيف معطي شكل المباني. صراحة بلدة عجيبة، حلوة حلوة، تدخل الخاطر، تدخل النفس. وأنصح اللي من إلى من سبروك مثلا إلى بولزانو أو العكس يمر ساعة ونص ساعتين. قرية غريندلوولد الساحرة، من القرى الجميلة جدا في سويسرا طبعا. اليوم صادفنا هالجو وهالشمس للتصوير. يا رب، لكن سويسرا التقاطة ثانية غريندلوولد سويسرا. تاريخ اليوم 5/6/2022، درجة الحرارة 15. لكن حاليا انترلاكن لسناها العاصمة، فيها برد، فيها برد.
حياكم الله مرة ثانية. هذا الشلال اللي قبل ميرينجن وانت جاي من انترلاكن. ابغى انزل الحين والمطر ما رضى يوقف. هذا الحين ترى انا امشي في مدرج مال المطار. طفت المدرج. هذا هي موقع السيارة وهذا اسم الشلال عشان جوجل ماب. انت غاطة ثانية ميرينجن انترلاكن سويسرلاند. هو أصل تصويرنا الجزء هذا. أحلى 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 صباح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة نورنبرغ التاريخية الكبيرة. طبعا هاي ثاني أكبر مدينة بعد ميونخ في إقليم بافاريا. هذه شهدت أحداث وتواريخ. شوفوا كيف اللي يبغي يغسل يده يا جماعة يجيب المدفع ينزل على تحت. اليوم الأحد 19/6/2022 ودرجة الحرارة 30. طبعا يوم الأحد دائما نكون في الساحة الرئيسية هال الأسواق الشعبية. تلاحظون المباني كلها عديدة لأنها ندك الدك من في الحرب العالمية. منتهين للمان واصل درجة الحرارة 30. الناس كلها منتهية. شهدت أحداث تاريخية كبيرة هالمدينة هاي. وصل سيرنا في سنتر المدينة. يا هلا هالنصب هذا. هالمدينة كانت قوات النازية هني يعني متمركزين بكثرة أيام الحرب العالمية الثانية. وقامت بدكهم قوات الحلفاء وانهدم تقريبا 80 او اكثر من 80% من هالمدينه. شوف احنا المباني كلها حديثه.
والحدث اللي معروف اللي صار فيها محاكمات نورنبرغ اللي تم القبض عليهم مثلا من قوات النازية من ضباط وأفراد تمت محاكمتهم في هالبلد في هالمدينة هاي. تكتبون في جوجل محاكمات نورنبرغ تطلع لكم. تلاحظون المباني كلها جديدة. إنشاء المدينة كان قديما جدا يعني يمكن من القرن أعتقد 11، لكن بعد الحرب العالمية الثانية بدأ تاريخ جديد. يعني المدينة كانت بمثابة خط الدفاع الأول عن برلين، هم عارفين إذا راحت المدينة راحت برلين، لذلك تم حشد قوات كبير من الألمان في هالمدينة هاي، لكن الكثرة تغلب الشجاعة. نواصل 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 تصويرنا. صبحكم الله بالخير يا ويوه الخير. هذه بلدة روثنبرغ الألمانية، نبدأ بها زيارتنا اليوم. اليوم الأحد تاريخ 19/6/2022، ودرجة الحرارة حاليا 24، وندخل المدينة. وهذا أهم مكان، أهم معلم في المدينة. هذه المدينة سلمت من القصف سلمت من الدمار، وكانت هذه أنشأت المدينة أصلا في العصور الوسطى، وكانت مملكة بحد ذاتها، كانت مملكة بروحها، كانت أوروبا بهذه الطريقة ممالك، هذه المملكة تعتد عليها المملكة، وما وبقت حتى أسوارها الخارجية باقي لين اليوم مثل ما هي.
نواصل سيرنا، احاول قد ما اقدر انك تكون انت امام المشهد هذا، كون كانك يعني تمشي معي. شوفوا هاي الجزء من الجمال، عاملين مسرح امام دار البلدية، مغطين المكان. وصل تصويرنا، الصينيين كل مكان بدأوا ينتشرون مثل أول. أي بلدة سورة لازم تلقاهم. وصل تصويرنا، بس شو نسيت الفاكهة؟